السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابالاتي شهيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم تحلية بالأرز والحليب، جد لذيذة ورائعة وسهلة التحضير، ما يسمونها في إسبانيا بالأرز كوليتشي. كتجي لذيذة بزاف وغادي يبغيوها وليداتكم وحتى الكبار. تجدون رابط الوصفة بموقعي www.latishiwat.com. نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى 170 جرام من الرز المكسر، عود من القرفة، قشر من الحامض، قبسة من الملح، 150 غرام ديال السكر أو أقل حسب الذوق، لتر من الحليب كامل الدسم، و 200 مليلتر من القشدة الطرية. نمر إلى طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في طنجرة كيف كتشوفوا خديت الرز ديالي المكسر، ماشي بسماتي، المكسر، غسلته وصفيته بالماء ديالو ودرته في الطنجرة، وضيف إليه الحليب القشدة الطرية القرفة والحامض وقبسة ديال الملح، نحركو الكل مزيان وغادي نوضعوه فوق النار على نار مهيلة جدا 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 حتى يبدأ الرز ديالنا كيطيب. غادي تشوفوه معايا ان شاء الله، ديك الساعات غادي ندوزو باش نضيفو السكر. نوضعو فوق النار ومرة مرة نرجعو نحركو كيف كتلاحظو حتى ينضج الرز ديالنا، خاص تكون النار مهيلة. كيف كتلاحظو دابا الرز ديالنا ها هو وجد، تقيسوه هكذا كي يتهرس. غادي نضيفو السكر ديالنا ونحركو هكذا حتى يذوب السكر. نخليوه واحد 5 ديال الدقائق وحنا كنحركو، أو 10 ديال الدقائق لا أكثر وحنا كنحركو. من بعد غادي نطفيو عليه البوطة وغادي نحيدو هذيك القرفة وهذاك الحامض، وغادي نخليوه حتى يبرد شوية، عاد نوزعوه في الكيسان ديالنا أو القوالب اللي بغيتو. كيف كتشوفوا الرز ديالنا ها هو واجد، ما حدو هو يبرد وهو كيتشرب هذاك السكر وهذاك الحليب وهذيك الكريم شونتينيي اللي درنا. غادي نديروه في هاد قوالب، يمكن لك ديريه في كيسان، يمكن لك ديريه في واحد القالب كبير، انا كيعجبني نديرهم هكذا في قوالب فرديه.
كيجي جد لذيذ ورائع في المذاق. هذا الرز حلو، هذا تحلية إسبانية. ما يسمونها بالروز كون ليتشي، يعني الأرز بالحليب، لكن ليس مالح بل هو حلو. غادي نوضعوه في الثلاجة حتى يبرد مزيان ونقدموه. كيجي جد لذيذ ورائع، حسن من اللي كيتباع في المحلات، حيت بزاف الناس كيعجبهم وكيشريوه. هو أسهل مما يكون أن الواحد يجربه ويديره في الدار ديالو حسن. وهكا كيف كتشوفوا غادي نوضعه في الثلاجة، ومن بعد منين يبرد مزيان غادي ندوز نقدمه لكم. هذه هي التحلية ديالنا بالرز مع الحليب، واجدة كتجي جد لذيذة ورائعة وحسن ديال المحلات. ودابا غادي نوريكم هانتوما. جد رائع ولذيذ. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. أنا أنتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.